جهة عالمي دلوقتي، بس توافر الأعشاب الطبية بيتطلب عناية كبيرة ووقت ومجهود. ربنا يكفينا ويكفيك شر المرض يا خواجة بيني. يعني الناس العيانين وبيتألموا دولت مش محتاجين إن احنا نوفر لهم دواء ونعالجهم بيه وبعد كده نكسب فلوس كتير في نفس الوقت؟ يا ما حدش يكره المكسب، بس الطريقة بتاعتك دي احنا ما نعرفهاش. اصبر اصبر يا معلم حسان، هو هيعلمك. بس احنا ما نعرفش نزرع الا بالطريقة اللي تعودنا عليها، اللي نعرفها ابا عن جد. شايف الجو اللي في الصوبة دي عامل ازاي؟ انا بتعب قوي عشان اوصله للدرجة دي عشان الزرع يكبر، بس لو في بلد الجو الطبيعي بتاعها بالشكل ده يبقى هنوفر فلوس كتير قوي والزرع هيكبر وهيبقى احسن. طيب هي بلدنا يعني فيها الجو دي؟ كل زرعة وليها جوها، وانا شغلتي اعرف ايه الزرعة اللي تنفع جو بلدكم وعلمك تزرعها وازاي تحط عليها كمية كيماويات معينة عشان ما تبوظش، ونبيعها ونستفاد من بيعها ملايين. بينها مهمة صعبة قوي يا ولدي. لا يا بوي، مش صعبة ولا حاجة، انا ممكن اتعلم كل حاجة وكل اللي تقولي عليه اكتبه واطلع لك احلى محصول. ما شاء الله عليك، انت تيجي مع ابوك وتتعلم معاه، بس انا عايزك تعمل زي الطلبه اللي في الجامعه ماسكين اجنده وبيكتبوا فيها كل حاجه كل التفاصيل عشان لو نسيت حاجه نبص في الاجنده ونضمن احسن محصول. اطمن، انا شاطر قوي وهفهمك زين. اتفقنا يا بطل. انتوا بقى الاسبوع ولا العشر ايام الجايين هتيجوا تقعدوا معايا هنا اهو تتعلموا كل حاجه، وبعد كده هديكوا البذور والكيماويات اللي هتحتاجوها. خلاص يا بوي، هبعد عن اهلي وناسي 10 ايام. يا حسان اللي هتعمله ده كنز، كنز يساوي ملايين اكتر من الكنز اللي لقيتوه. الفلوس دي هتساعدك انك تدخل كهربا وميه بلدكم من غير ما تحتاج للحكومه. حكومه ايه؟ هو حد من الحكومه يعرف لنا مكان؟ دول بيعتبرونا طلعنا شيطاني كده من بطن الجبل. مش لازم تعتمدوا على الدوله تعمل لكم كل حاجه، ما دام تقدروا تعتمدوا على نفسكم وتتطوروا. شوف يا خويه، ما دام النية خير نتوكل على الله. في حاجة مهمة بقى عايز أقول لكم عليها، الأعشاب اللي احنا هنزرعها دي ممكن تكون من وجهة نظر القانون ممنوعة لمصلحة شركات الأدوية، عشان كده اللي احنا هنعمله ده لازم يبقى سر. أيوة، وبعدين هي الحكومة هتوصل لنا كيف؟ دعنا في آخر الدنيا. في نباتات غالية قوي لأن الخلاصة بتاعتها لا غنى عنها في كل العمليات الجراحية كمخدر، وفي نباتات أغلى من كده بكتير عشان تستعمل كمنشط للرجال، وفي نباتات تانية بقى أرخص من كده بكتير بتعالج الكبد والكلى. كل متوقف انتوا عاوزين ايه؟ عايزين غالي طبعا، احنا ورانا مصاريف ياما. نشتغل في المنشطات مدام بتكسب أكتر وأغلى. للأسف ده مش ممكن يتزرع في بلدكم هنا، ده لازم يتزرع في بلد حر عند خط الاستواء. الحاجة الوحيدة اللي ممكن تزرع هنا هي النباتات اللي تستعمل كمخدر للعمليات. يا ابن الفرطوس، عايزنا نزرع حشيش وتقول عليه دواء؟ لا يا خواجة، الزرعة دي مش جايبة همها. يا رئيس حسان، إيراد إيراد واحد يجيب لك قد 5 فدادين قمح، واهم ما في الامر بقى انك انت تقدر تعمل كل ده من غير ما حد يحس بيك. قلت ايه؟ نجرب يا ابوي في كام جراط، وبالمكسب نشتروا بهايم ومولد كهربا وندخل التلفزيون في بيتنا. وافق يا ابوي؟ وافق. وبعدين في الورطه دي، انا لو قلت لا ممكن يقتلوا ولدي ويقتلوني. لو وافقت من بكره ممكن نبتدي مرحله التعليم العملي. اوكي.
بقول لك ايه يا واد يا زرزور؟ ايوه يا سناجي. ده تقعد هنا معاي تسليني لحد ما تاجي عربيه، فاهم؟ فاهم. بس امانه عليك يا سناجي، لما توصل اسوان وتشوف الواد جعران تديله على قفاه على طول قبل ما تعرف مكان سي حسان عشان يقر ويعترف. انا قلت لك تقعد معاي تسليني مش تقلب له دماغي. خلاص اهدى، في عفره جايه من بعيد هناك. ها عفره اهدى. حظك زين مش هتوقف كتير. العربيه دي ولا اهدى؟ ايوه احسن اهو، على اقله هرتاح من وشك العفش. قابل يا واد وشاوي يا ريس. اهدى من ده الواد منع ده. منه منه يا ولد اخوي. او سيدي حسان. حسان اخوي كمان. اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة يا حسان. الحمد لله على السلامة يا كبير. وقف يوم وقف يوم. انت يا سيدي. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة يا كبير. حسان كنت عدلنا اصوات عشان يحطها على الجبل. ايوه الحمد لله جينا بالسلامة. شكرين يا اسطى شكرين. عدي عدي عدي. سلامة. يلا برعاية الله. ايه ايه الحاجات دي كلها؟ اقول لك ايه، شايف الشنطة دي مليانة فلوس والباقي في البنك. بنك؟ واحنا بتوع بنوك؟ ايه ايه الحاجات دي؟ دي حكاية طويلة قوي يا عمي، هبقى احكي لك عليها بعدين. الله، الواد بيخبط على كتفي. ايوه تمنى ده. ربنا يحميك يا ولدي، كأنه كبر 10 سنين. أنا مش عارف أنت قلقان ليه يا أبو مناع. مش عارف أعمل إيه يا وجيهة. تشوف مصلحتك فين وتمشي وراها. إذا كانت مصلحتي دي ما تريحش ضميري. واللي يريح ضميرك تضيع علينا القرشينات وتدي الكنز للحكومة ببلاش؟ ما إحنا ما نعرفش قيمته صح، اللي يعرف قيمته صح هو الحكومة. قلبك واكلك جوا على الحكومة؟ أمال الحكومة قلبها مش واكلها علينا ليه؟ ما احنا مرميين في الجبل ولا حد يعرف اذا كنا عايشين ولا لا. يا الحكومة هتوصل لنا كيف؟ احنا بعيد قوي عن العمار. شوف يا حسان يا اخويا، انت كبير ناسك ومسؤول عن عيلتك صغيرها قبل كبيرها. يا وجيدة وانا قصرت في حاجة؟ لما تضيع علينا مال ممكن يزود غنماتنا ويجيب لنا ركايب ومواشي تنفعنا تبقى قصرت. طب واذا قلت لك ان في سكة اتجيب لنا فلوس بالكم؟ يبقى خير وبركة وتمشي فيها طوالي. بس السكة دي هترجعنا مطار التاني في عين الحكومة بعد ما نسيونا. وهي الحكومة كانت عطتنا ايه عشان نخاف منها ولا نبكي عليها؟ كلامك زي كلام الخواجة، قال الجنون للي يستفيد منه، واحنا ما بنستفيدش بجنون الحكومة. يبقى لازم يكون للنجع قانون ليها. ايوه جنون ملوك، وابقى انا الملك بتاع النجع واطلع القوانين اللي فيها مصلحه النجع. والله كلامه زي شفت انت، علشان تدخل الواد مناع المدرسه وتطلع له شهاده ميلاد عملت ايه؟ اتبهدلت وكتبت له عنوان مزور عشان ما فيش حد يعرف حاجه عن نجع الجبل، وهملته يعيش في سوهاج. ايوه وهمله كمان لغاية ما يخلص الجامعة ويعاود يلقى أبوه خلى نجع الجبل جنة وحزرع الجبل من خيرات ربنا. وحجيب فلوس منين لده كله يا حسان؟ مش واحد يا وجيدة، كبار النجع لازم يدفعوا فلوس عشان نعمر النجع. مدام الحكومة مش سائلة فينا يبقى لازم احنا بقى نبص لحالنا.
انت مالك عماله تتمايع من الصبح في فطير المقايم يا عميش؟ ها زمان الباشمهندس مناع جاي في الطريق، وان شاء الله لو جه وما لقيتش وكلت البهايم هياكلك انت. صدق اللي سماك حصاوي بقى حمار الباشمهندس مناع، هيعرف منين ان المقاشي دي ما كلتش؟ هتشتكي له اياك يعني؟ امال ايه طبعا، امال هو سموه باشمهندس ازاي؟ طب قالك انت، انا لو جيت في يوم من الايام وما كنتش فاطر فيه، اول ما يجي يبص في وشي على طول يقول لي انت ما فطرتش النهارده يا حصاوي. صح، اقول له صح يا باشمهندس، عشان تعرف ان هو عارف كل حاجه. لا قول لي يا حصاوي، امسك امسك. لا قول لي حصاوي، بحكم يعني ما انت معرفه قديمه بالباشمهندس مناع من ايام ما كان في الجامعه وكنت بتخدمه في الشقه، الباشمهندس مناع يعني؟ لا انا ما اقدرش اقول لك على اسرار سيد مناع ابدا، ده كان يقتلني ويدفني تحت رجلين البهايم. اصل يعني كنت عاوز اعرف هو من اني مركز في محافظه سوهاج، بس بيني وبينك يعني ما شفتلوش لا اب ولا اخ ولا اي حد من قرايبه بيزوره. بص يا سيدي اللي منتي، هو في الاول كان ساكن في مركز سوق البلينة، ولما ربنا كرمه ودخل الكليه وراح كليه الجامعه الزراعه، هو من يومها هو قاعد هنا في سوهاج. وعلى فكره هو والد عز من يومه ومن عيله كبيره قوي. عز ايه اللي يخليه يشتري مزرعه مواشي ب 10 مليون جنيه؟ لو كنت سألت لبنفسك يا سيادة المقدم انت حكيت لك على كل حاجة بصراحة، وهتلاقي كلامي مظبوط زي الورق اللي عندكم. يا سيدي مناع بيه، الحمد لله على سلامة يا سيدي مناع. ده الواد عميش التباع بتاع مصنع العلف. يا سيادة المقدم احمد سعيد رئيس المباحث يا ابن المحروقة. اقول لك ايه يا بيه، هتتفضل معايا على مكتبي ارسيك على كل حاجة بالورقة والقلم. اتفضل يا باشا. قهوة تكيل. مظبوط يا مناع بيه. مين قهوة مظبوط بسرعة يا ولد؟ احنا مش بنشك فيك لا سمح الله يا مناع بيه، احنا بس بنعمل تحرياتنا عن الشخصيات المهمة اللي ظهرت فجأة في محافظة سوهاج. أنا عايش في سوهاج من أيام ما كنت طالب في الإعدادية في الثانية، ونقلت هنيه من أيام الجامعة وكملت حياتي في سوهاج. يعني ما ظهرتش فجأة. بس لما تشتري مزرعة الحاج عبد الكريم وتدفع له 10 مليون جنيه كاش تبقى ظهرت فجأة. سيادتك تعرف طبعا اني خريج كلية الزراعة شعبة انتاج حيواني، ولما خلصت الجامعة وما لقيتش عندي مشكلة في الفلوس قلت اشتغل بحر مالي. لا طبعا انت حر يا مناع بيه، بس من حقنا نعرف مصدر الفلوس دي منين عشان نكف البحث ويبقى ملفك عند الحكومة مستوفى وسليم. أظن برضك إن سيادتك تعرف من شهادة ميلادي يعني إني مولود في جنة. كان حقك تسأل الأول، أنا ليه عشت موحود في سوهاج الفترة دي كلها؟ يا ريت تقول لي يا باشمهندس. أنا اتولدت يتيم، الطار كنس عيلتي كلها، ما خلاش فيها ولا نفر إلا خالي. الله يرحمك يا خالي. وقال لي ان احنا كنا اغنياء، وان هو استلم ورثي وخلاه امانه عنده لحد ما اكبر واعتمد على نفسي، ولما حس ان الاجل قرب جابني واعطاني فلوسي. وايامها كنت لسه في ثانوي، حطيتهم وديعه في البنك، ولما تخرجت فكيت الوديعه واشتريت المزرعه. كل الاوراق دي شفناها ودرسناها. ليه الحكاية؟ فيه غلط عندي. حاجة بسيطة في شجرة العيلة بتاعتك. أنا سبق وقلت لك، أهل وناسي ما لهمش ذكر عندكم، لأنهم لا كانوا بيعملوا بطايق ولا شهادات ميلاد قبل ما تولد. لما بحثنا على الكمبيوتر عن خالك الدكتور توفيق ما لقيناش ليه أخت اسمها وجيدة، لكن هو فعلا كان دكتور وبيشتغل في مستشفى عام بجنة. الله يرحمه ويحسن إليه، هو اعترف لي بالسر ده قبل ما يموت، قال لي انه مش اخو امي وانه كان صاحب ابوي. لما حرب الطار ولعت في البلد ابوي خاف على مرته الحامل وداها تعيش مع صاحبه الدكتور ومرته، لكن الطار ما بيرحمش
حتى انا اتولدت في رقبتي دم، ولما خافوا عليا ادوني السهاج الضارة وسط عيلة الحاج عبد موجود. لكنه لقيت اللي ينكش عليا ويعرف اصلي وفصلي، الخوف لانقتل، هنقتل على قد ناس معرفهمش. ما تخافش يا باشمهندس، انت راجل نظيف وكل اوراقك سليمه وتقدر تشتغل براحتك، وريت كمان تعمل لنا مشاريع كبيره تفيد بيها البلد. أنا متشكر يا باشا لحسن ظنك فيا، ويا ريت المعلومات دي ما تطلعش برا الإدارة. سيادتك عارف أنا عشت طول عمري مطرود بسبب التخلف والطار بدون أي ذنب، وجاي زمول برضك بدون أي ذنب. من هنا وجاي الناس مش هتعرف غير الباشمهندس مناع حسان صاحب أكبر مزرعة مواشي فيك يا سهاج. كتر خيرك يا باشا، كتر خيرك يا أخوي، ربنا يكرمك. انت فين؟ احسن دي احسن دي، انت فين يا نسمه؟ انت فين يا حبيبتي؟ تعبتيني. روح فين يا ربي؟ روح فين؟ وراش يحسدني وديني من الفايده. تعالي مسكتك مسكتك يا بنت حسان، مسكتك حسانك دي حاجه من غير سيدنا. ان كان علي أنا عايز أقول له يا سيدي، عايز أقول له يا تاج راسي، عايز أقول له يا سيدي النجع كله، لكن أعمل إيه؟ عمي وأبوي لو سمعوني هيقتلوني. هو أبوك دي طول عمره بيكابر وعمره ما بيعترف بالحق أبدا، هو لولا أبوي كنا عشنا في الأمن اللي إحنا فيها دي. وهو لولا أبوي ما وافق وحط يده في يد أبوكي كان حصل حاجة في النجع. طول ما أنت بتقول أبوي وأنا بقول أبوك وهما الاثنين واقفين لبعض كده زي ناقر ونقير، عمرنا ما هنتجوز ابدا. روح فين؟ تعال يا نسمه خلينا نمشي. صدقيني يا نسمه انا ابويا طيب، لولا بس الافيون هو اللي لحس عقله، لكن عمي اقول لك عمي دايما يوزه ويقول له لو خليت حسان يركبك هيدوس عليك بالجزمه. والله العظيم حرام، انا ابويا طول عمره بيفكر في حال النجع كله وعمره ما فرق ما بين عيلة والتانية، وانت عارف الكلام ده. عارف يا نسمة، لكن تقول ايه؟ تعرف بيقول له ايه كمان؟ ايه؟ بيقول له لو وقوفك قدام قالت حسان كان فكر في عيلته وبس. طب ما تفكر لنا فكرة يا ابو الافكار، ازاي نجمع بين العيلتين؟ يا همام لو حد من عيلتي ولا من عيلتك عارف ان احنا بنتقابل في السر هيقتلوني ويقتلوك انت كمان، والعيلتين يقوموا على بعض واكيد عيلة من الاثنين هتفنى. انا فكرت خلاص وصدرت عمي وهيفتح ابوك في المجلس، وطبعا عمي وافق عشان اكيد ابوك هيرفض. اكيد هيرفض وتيجي على راسي. هتيجي لمصلحتنا يا عبيطه. قولي لي ليه؟ ليه؟ لانك لما تبقي محجوزه لي محدش في النجع لا من قريبنا ولا من قريبكم هيقدر يتقدم لك بعد كده، فهمتي؟ بعد عني. ايه؟ مفيش ولا لمسه قبل الجواز. تعالى بس. لا تعالي. لا تعالي. تعال تعال تعال. كلنا دلوقت بقينا عيلة واحدة، يعني ما فيش فرق بين عيلة بنداري ولا عيلة عبادي ولا عيلة حسان، يعني مصلحتنا واحدة وسرنا واحد. حديثك زين يا كبير، لكن ما هواش حقيقي. طب شو ليه يا ريس دياب؟ ولا فرقت بين عيلتي وعيلتكم وعيلة عبادي؟ ما احنا مع بعض بما يرضي الله، ولما بنبيع اللي بنكسبه بنوزعه علينا، والحمد لله بقينا احسن من اهل المنبر كمان. مش ناقصنا غير التلفونات. ايوه والدش ابو الالوان. دي وعره يا سناري، لكن اطمن مناع ولدي البشمهندس مناع وعدني حيلاقي لها حل. وما دام مناع ولد اخوي قال ان عنده حل يبقى هيحلها. يبقى هذا مطبق ولا؟ بس انا قاعدين يا معلم بنداري. بس يا ريتك يا بنداري قاعد وسطنا بوعيك زي زمان. خبرين يا راجل،
هتتنجر على اخوي الكبير ولا ايه؟ محدش بيتنجر يا دياب، روق امال وخليك محضر خير وما تعزولناش يا راجل. اخوانا حاشا الله، ربنا يعلم انا حزين لمن داري كديه. ياما قلت له ما يقربش الا فيون، لكن هو عاند وكابر، وادي النتيجه قاعد مش داري الحاله. لكن انا وعيلك قوي يا كبير، وبدي تثبت ان البلد كلها عيله واحده ومفيش فرق بين عيله وعيله. وحسبتها كيف دي يا دياب؟ توافق على جواز والد اخوي همام من بيتك؟ قلتيها يا كبير، احنا طول عمرنا وكل عيله بتتجوز منها فيها، وما دام كلنا هنبقوا عيله واحده يبقى مفيش ما يمنع ان العائلات كلها تتلخبط في بعضيها. يا توضح كلامك يا دياب يا تصحي كبيرك يتحدث. يعني انتوا عايزين حته من لحمي تعيش وسطيكم بالجواز وبشرع الله؟ خلاص، يبقى انتوا قنان تدونا حته من لحمكم تعيش وسطينا بالجواز وبشرع الله، وحنراعيها كيف ما حتراعوا بنتي. انا عارف اللي من داري عنده بنت اخر العنقود. تمام، زينة وهي زينة صح، لكن لازم اللي يتجوزها ما يكونش اقل من اخوها همام. تقصد ايه يا دياب؟ انا قصدي على بكري والد اخوي ناجي، راجل والد راجل. راجل وين الرجال يا دياب؟ لا، احنا ما نوافقوش باقل من ولدك مناع، ده لو انت صح عايز البلد كلها تبقى عيله واحده، لكن لو ما وافقتش يبقى تبطل الحديث الفاضي ده اللي ما منوش لازمه ومحدش هيصدقه. هو يا اما ماشي كلامك يا دياب يا اما لا، ده ايه الحديث الماسخ ده؟ يا اخوانا انا كلامي من قلبي لمصلحه اهل النجم، وما دام مستقبلنا واحد يبقى كمان عيلتنا تبقى واحده، وانا ما اقدرش اقول موافق الا لما اشور عيلتي، لكن باذن الله خير. عم سعدون، عم سعدون طمني. يا عم سعدون ليش ما تفضل؟ فضي والدي كبرني، بس يا خساره طلعت زي القرعه تمد البره. ليه وايه اللي حصل؟ هي عيلة البنداري كان فضت من البنات، لو عايز تتجوز قول لي كان جوزتك بنتي جميله. يبقى عملها عم دياب يا فرحه قلبي. روح روح يا ولد كبرني، فتك بعافي. مبروك عليك بنت كبير النجع يا همام. يبارك فيك ابوي. عم دياب ابوي طمني يا عمي، الناس طالعين يباركوا لي ليه؟ مش قلت لك هدخل حسان فورطه؟ اديني دخلته فورطه محدش هيوافقوا عليها من عيلته ابدا. ليه يا عمي؟ هو انا ورطه؟ ما كانش العشب القاعده مفضت وليه؟ يا ابوي عليك يا ولد ابوي، مليون مره قلت لك بلاش الافيون على الصبح بيته لك. الافيون ده مزاج، خليني كيف الفرس. كيف الفرس؟ طب يلا يلا همام اسند ابوك وروح البيت، واكلوه زفر وشربوه شاي تقيل بدل ما يضحك الناس علينا. قلت له مليون مره هو مش راضي يسمع لحد. لا لازم يسمع وهيتعالج غصب عنا، كفايه ان حسان عمل عبره لكل اهل النجم. يلا يلا يا ولد ابوي يلا. تعال ابوي تعال. من غير كلام كتير ملوش لازمه، اسمع يا استاذ، انا قررت الغي كل حساباتي من عندكم لانكم طلعتم اسراري برا وكشفت رصيدي. رواق بس يا منابي، وما فيش داعي للغضب، اتفضل جوه قابل السيد المدير وعنده علم بكل حاجه واشرح لك كل حاجه. موضوع اللي عنده علم بيه بس. اتفضل يا منابي. اهدى بس، انزعل نفسك ليه؟ اتفضل. ايه خبري؟ ازاي بيه رصيدي كل من هب ودب ممكن يطلع عليه؟ حسابات العملاء هنا سريه ومضمونه ومش ممكن الكشف عنها لاي حد الا للعميل، الا بحكم محكمه. هو ده حصل معايا كيف طيب؟ يمكن موظف سربها غلط لجهه امنيه ولا حاجه، لكن احنا من ناحيتنا هنكشف عنه ونوقع عليه العقاب، ما تقلقش خالص. انا اسفه يا توفيق بيه، في حاجه في كشف الحساب ده
غريبة قوي مش فاهمها. وريني كده. لا غريبة ولا حاجة، لأن صاحب الحساب قاعد قدامك اهو. حضرتك سحبت 10 مليون جنيه مرة واحدة الشهر ده ولا في حاجة غلط؟ واضح يا توفيق بين الحسابات كلها سرية، بدليل ان اي موظف ممكن يعرفها. سداح مداح. انا اسفة بس ده شغلي في المراجعة على حسابات الصرف، ده حماية للعميل مش كشف للأسرار. أسرار إيه وبقي فيها أسرار؟ بس وقت كلها عرفت إن اشتريت مزرعة من الحاج عبد الكريم ودفعت 10 مليون جنيه، أنت كان ناقص تنزليها على الفيسبوك. المهم دلوقتي ناوي تفتح حساب تاني ولا مصمم تلغي التعامل معانا؟ الله يا توفيق بيه مفيش أي سبب منطقي يخلينا نتعامل معاكوا تاني. لكن يلا خليها عليا المرة دي، لكن يمين بالله ما حد يعرف رقم حسابي الجديد الا ونصور لك قتيل هنا. وليه بس القتيل؟ مريان خد مناع بيه وتمم له الاجراءات في خدمه العملاء. تحت امرك يا بابا. اتفضل يا استاذ مناع. يا بنتك. ايوه ما شاء الله ربنا يخليك لك. انا سالت بنتك وطبعا استحت، لكن اللي شفته منها انها موافقه على همام. همام ما يعيبوش إلا زناخة مخ أهله. أخته زينة شاطرة ومليعة، لكن أنا شايفها مناسبة أكتر لولدك بكري. ليق عليه من دوره، لكن مناع ولدي كبير عليها. لا كبير ولا حاجة، خليه يعوض السنين اللي راحت منه في العلام مع وحدة عمري معاه. مع إن مغاوري ولد عمي كان عشمان يجوز البت فاطمة. مادام مغاوري ما كشفش عن اللي في نيته يبقى خلاص مفيش ملام عليك يا اخوي، واحنا بنعمل الصالح اللي يوحد الاهالي. وما تنساش البت فاطمه لسه صغيره. لو السادات في نيته يبقى على وجيده كان لازم يختار اسمك. وجيده تعالي تعالي شور عليكي. عارفه اللي هتقوله يا حسام، بس مش هين عليا اودي بنتي بيت البندريه تتلوع هناك واجيب بيتهم تتهنى هني في عزنا. يا رجل دول مهنش عليهم يجيبوا تلفزيون وراديو زي الاحجان، وانا بنتي خلاص خدت على العيشة ازاي. بنتك راضية يا وجيدة والبركة فيها، هي اللي ممكن تخلي همام بعدين يعمل لها كل اللي هي عايزاه. وهو لو عايزها صح مش اخر الغضلة. خلاص اذا كانوا عايزين يتم الاتفاق يبقى لازم بنت تعيش وسطيهم كيف ما كانت عايشة هنا، وكيف ما بنتهم هتعيش وسطينا. اذا كانك دي انا موافقة. البنت اسمها زينة وهي زينة، وشها سمح ولسانها عفيف. على بركة الله. قول لهم يا ناجي ان احنا وافقنا، وقول لهم كمان على شروطنا. بس الناس دول يا اخوي مخهم ضنم، ممكن يتصرفوا غلط. لكن على اي حال لو وافقوا على شروطنا هجيب لهم العمال يعملوا كيف ما عملنا عندنا ونبقى في الامان. ايه عندك حق. والله انا خايف من العمار ده اللي جاي علينا، والعمار ده معناه حكومة وناس. ربنا يكفينا الشر الاثنين. كده خلاص دخلت بياناتك ونموذج التوقيع بتاعك. حضرتك تعالى اقعد مكاني ودخل رقمك السري اللي جوه الكارت واضغط انتر واكده مرتين، وبعد كده اقدر اقول لك مبروك. بقول لك ايه يا انسه نورهان، وانت يعني مخطوبه او حد جاي عليكي؟ استاذ مناع من فضلك دخل رقمك السري وسيفه عشان اكمل شغلي، بابا ممكن يدخل علينا في اي وقت. واحنا بنعمل حاجه غلط؟ ده انا بسالك سؤال، عايز اجاوبي جاوبي، ما تجاوبيش خلاص كاني ما سالتش يا ستي. استاذ مناع انا دلوقتي في الشغل. وانا يعني في النادي. خلاص يا ستي ان كان على الشغل وما الشغل هخلصك منه. بسيطه. خلصت يا ستي بالسرعه دي؟ الله، وانت يعني فاكراني عشان انا صعيدي جاهل؟ لا انا عارف في الكمبيوتر كويس. تحب اسيف لك الايميل بتاعي؟ اهو يا ستي، مناع الحويطي ات ياهو يا خلق دوت كوم. وحضرتك سايبني اهاتي معاك واشرح لك في الكمبيوتر؟ بس بصراحة طلبنا شرحك حنين قوي، ولسانك كان بينقط عسل، ما حبيتش احرم نفسي منه. بابا اتفضل. دخلت الحساب الجديد يا مرهان؟ كله تمام.
لعلك تكون انبسطت يا مناع بيه. آه طبعا يا توفيق بيه، متشكرين متشكرين يا سيد نورهان، متشكرين. السلام عليكم. اتفضل. عميل رب خمسة، شباك رب.